السلام عليكم البنات ومرحبا بكم. اليوم في الوصفة ديالنا ديال الخبز، يعني المغربي الأصيل اللي كنعرفوا الخبز عادي، غير كانوا طلبوني شي اخوات انني نعاود لهم الخبز. صيفطت لهم الخبز ديالي، دونك قالوا لي عافاك صيفط لنا لا غوسيط ديال الخبز. انا كنديرو عادي وفيه زلافه ديال الفورص وزلافه ديال الفينو، يعني كنديرهم بحال بحال، وكندير معاهم معلقه زيت البلديه كبيره، وكندير معاهم معلقه سنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره وملحه على حسب الذوق يعني. وكنديرو في لا ماشين، كنزيد ليه الماء شويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه، وخاصها تكون مدلوكه مزيان وتكون مرخوفه. من بعد دابا نديرو العجينه ديالنا تعجن، وغنبقاو نزيدو الماء بشويه بشويه. من بعد غنبقى نزيد الماء بشويه بشويه على حساب، ونبدا نعجن، يعني حتى كنشوفو العجينه ديالنا تكون مرخوفه بزاف، وداك الساعه نبداو نخدمو. على هكا كنبقاو نزيدو الماء بشويه بشويه حتى كنحصلو، حتى كنشوفو العجينه خصها الماء. من بعد ما تجمعات لي العجينه، يعني دابا كنقيسها كتكون بحال هكا، يعني كتكون جاريه بزاف، ماشي جاريه وانما بحال هكا، يعني العجينه كتلصق لينا في يدينا الا قصناها. المهم دابا غنخليوها تسدلك مزيان، والا قصحتنا كنزيدو شويه ديال الماء صافي. من بعد ما العجينه ما تعجنات بحال هكا، هي كتجي يعني خفيفه بزاف، وغنخليها تخمر يعني واحد اخر كنشوفو، غنخليها بلاصتها تخمر صافي. عاد نبدا عاد ندورها عاد نخليها تخمر. المهم تشوف الطريقه، وانا دابا نخليوها تخمر واحد ربع ساعه هكاك ونكملو. من بعد ما خمرات العجينه ديالي، هي اللي قلت لكم خليتها واحد تقريبا شي ثلث ساعه هكاك، دابا غنفرشو نديرو فين هو الاول، ها نديرو العجينة ديالنا هنايا. ودابا غنرشو عليها فوقها فينو، وغنبداو نخرجو داك الهواء، الهواء اللي كنا اللي كانت نفخات لينا بحال هكا. يعني دابا هذه غنقسموها على 8 ديال الكرات بحال هكا، المهم حاولوا انكم تكونوا مقادين صافي. المهم كنجيو لهنا كنبداو نقطعو، حيت حنا بغينا خبيزة صغار، اللي بغا اللي يدير كبار، اللي بغا يدير صغار. المهم نشوف حنا غنديرو موين، ما غاديش يخرجوا ليا 8، جوج ربع ستة، يعني ست الكرات. أنا درتهم كبار، بغيتو تنقصو كسر من هكا معليش. المهم نجيو لهنايا، وديجا كنكونو دايرين الطاوة ديالنا فيها، كنرشوها بالزيت، كنديروها بالزيت و الطحين فينا صافي، ونديروهم كاملين هكا، وعاد نقرصو كاملين، غندير ردهم كرات من بعد عاد نكرصو. من بعد ما قسمت الكرات ديالي على ستة، يعني غنبداو باللولة ديالنا تقريبا كيكون نفس القياس، غنجيو غنبداو باللولة هكا، نكرشو على شوية فينا نكرصوها، حاولوا انكم تكرصوها تقدو جنب معنا يد وحدة ما كافيانيش. المهم كتقرصوا بالكف ديالكم، وما تبارك الله عليكم الحبات كاملين، كتعرفوا تعجنوا وديروا الخبز
غير شي اخوات يلاه كيبداو يتعلموا. المهم بحال هكا كتبقاو تقادو الجناب باش تجيكم على شكل دواره صافي هكا، ونديرو نفس الطريقه اللي بقاو لي الاخرين. من بعد ما دورت العجينه ديالي بحال هكا حطيتها في الطاوله اللي قلت لكم دايره بالزيت ومرشوش بالدقيق. يعني دابا كنجيو لهنايا مثلا دابا بحال هذه ندير لها بحال هكا بحال زائد. مهم تنكملوا على الاخرين كيبانليش صافي تنكمل هادي بكلشي. المهم الفران ديالي درتو يسخن ليا غير يدفى باش نخشي فيه هاد الخبيزات بحال غير تشدو السخونيه باش يساعدوني على يخمروا. من بعد نوريكم الطياب كيفاش كنطيبهم. من بعد ما خمروا ليا ها هما كيطلعوا، يعني دابا درت الفران ديالي يسخن صافي. من بعد غندخلهم على نار كيكون الفران سخون والعافيه مجهده شي شويش باش يطيب لينا داغي وكيتنفخ، وغنوريكم بصحه وراحه الناس. من بعد ما خرجت الخبيزات ديالي من الفران ها هما كيتجيو. من بعد البنات ما طابوا لي خبيزاتي ها هما كيجيو هشاش و رطيت بين، يعني كيبقاو لي مدات. ها هو نمشي ليكم وحدة تشوفوهم المهم كيكون هكا داير. وبالصحة والراحة، ولا عجبكم الفيديو ديرو جيم وخليو لي كومونتير. المهم البنات اللي طلبوني على الخبز ها هو، وبالصحة والراحة كنتمنى انه يعجبكم وتبارك الله عليكم. ميرسي.